هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد وقلتش ملابس مهكرة جديد. طبعا اغلب الاسئلة اللي جاتني في المقاطع اللي راحت اللي هو يا صالح، كيف انت كل شوية تنزل لنا لبس واحد لبس واحد لبس واحد؟ انا ابغى كل الملابس كلها مع بعض، ايش اسوي؟ طبعا هي جدا جدا بسيطة، لكن ما ادري انتوا ليه مستصعبينها. يعني الملابس انا انزل كل يوم لبس، مثلا كل يوم لبس، انت تختار اللي هو الملابس اللي عجبتك يعني، عرفت؟ وتسويها مرة واحدة. حلو، يعني مثلا عجبتني 3 ملابس حق اول مقطع، وعجبني لبس المدرع، وعجبني اللي هو لبس وحزام الشرطة، ابى اسويهم كلهم مع بعض، ايش اسوي؟ اروح اسويها كلها في جليتش واحد، او كلها في مقطع، معلش كلها في جليتش واحد، يعني اسويها كلها مرة واحدة، يعني انت تجمعها كلها مرة واحدة وتسويها في جليتش واحد. فهمتوا كيف؟ يعني اسوي اللي هو لبس الحزام وهذا كلهم مع بعض. طيب اوضح لكم اكثر. اول شيء تروح عند البائع تضغط سهم يمين، تروح عند الخيار رقم 2 او ستاندرد، بعدها راح نلبس اللي هو لبس الستاندرد هذا الاحمر، ونشيل كل شيء في وجه الشخصية، بعدها راح نحفظ اللي هو اللبس في 20 خانة، لان الحين راح نسوي اللي هو 5 ملابس. ال5 ملابس هذه راح نجيبها للولد، ال5 ملابس اللي نزلتها في الايام اللي راحت راح نسويها كلها في مقطع واحد، ما يبغى لها اي شيء صعب يعني، بس يبغى لها شوية تركيز يعني. نحفظها الحين وبعدها نكمل. بعد ما تخلص من حفظ الملابس، كل اللي عليك انك تسوي اللي هو ستارت، بعد الستارت روح اونلاين، بعد الاونلاين روح عند اللي هو السواب كاركتر او اللي هو التبديل بين الشخصيات. لما نخش على اللي هو تبديل الشخصيات، كل اللي عليك انك اللي هو تروح عند اللي هو شخصية البنت وتخش اونلاين. طبعا بالنسبة لي اللي هو حذف، اللي حذف شخصية البنت راح يقول لك اللي هو ابدا اسوي شخصية جديدة، روح اضغط عليها اكس، بعدها راح يقول لك اللي هو اختار بين الذكر والانثى، اللي هو اختار له فيميل او انثى، بعدها راح يقول لك هل تبى الرانك نفس اللي هو رانك الشخصية الرئيسية، قل له اكس، بعدها راح يقول لك لو اخترت ميل او فيميل راح تقول له انثى، بعدها راح تسوي اللي هو سيف اند كونتينيو. بعد راح يطلب صورة، خذ صورة، بعد راح يقول لك هل تبى تعدي اللي هو الجي تي اي توتوريال او اللي هو تعريف بجراند، راح تقول له اكس، بعدها ننتظر الين ما يرسبنا اونلاين. لما ترسبن اونلاين، كل اللي عليك انك تتوجه لاقرب محل ملابس. نجي الخطوة والله اني ابغى اسوي كل الملابس اللي نزلتها، مثلا اول ملابس اللي عجبتني ايش راح اسوي؟ يعني مثلا والله صالح عجبني لبس الحزام، وعجبني لبس المدرع، وعجبتني 3 ملابس المهكرة، لبس الشطرنج ولبس اللي هو عامل النظافة، ايش راح تسوي؟ راح تسوي اللي هو ملابس البنت اللي سويناها في ذيك المقاطع في اللي هو مقطع في جليتش واحد في ذي الشخصية. يعني مثلا والله عجبني لبس الحزام راح احطها في هذه الشخصية، عجبني لبس المدرع راح احطه في هذه الشخصية، عجبني اللي هو لبس اللي هو 3 ملابس المهكرة راح احطها في هذه الشخصية، عجبني مثلا اللي هو الملابس اللي جاية مستقبلا، مثلا اللبس الابيض اللي نزل اليوم مع الحزام ابغاه راح اضيفه معاهم، عرفت؟ يعني زي كذا، يعني الملابس اللي تعجبك راح تسويها كلها في شخصية واحدة، في شخصية البنت هذه، الشخصية الواحدة هذه، وتسوي الجليتش مرة واحدة وراح تجيك كلها مع بعض. يعني اي لبس يعجبك راح تجيبه في شخصية واحدة، عرفت؟ وتنقلها بعدين، ما يبغى لها صعوبة. مثلا نبدأ اول شيء بلبس الحزام. حلو، تروح عند الباند سكشن تضغط سهم يمين، بعدها نروح عند اللي هو سكيرتس او الخيار رقم 7، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 5، بعد دائرة 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 نروح عند اللي هو الشوز سكشن ونضغط سهم يمين، بعدها راح نروح عند اخر خيار او الخيار رقم 15، بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 2، بعدها راح نروح عند اللي هو الاكسسوري سكشن ونضغط سهم يمين، نروح عند اللي هو الجلوفز ونلبس اللي هو الخيار رقم 4، بعد دائرة 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 نروح عند اللي هو توب سكشن ونضغط سهم يمين،
نروح عند اللي هو الليذر بانتس او الخيار رقم 3. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 28 زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح نضغط اللي هو دائرة 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 دائرة. نرجع مرة ثانية توب سكشن سهم يمين، نروح عند اللي هو الخيار رقم 20 اللي هو الجن رننج تي شيرت. بعدها راح نختار هو الخيار رقم 60. بعد دائرة 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 اكسسوري سكشن كمان مرة، روح عند شينز هو الخيار. بعدها راح نختار هو الخيار رقم 31. بعد دائرة 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 نروح عند اللي هو الجلاسي سكشن ونضغط سهم يمين. نروح عند كاجوال جلاسس او ثاني خيار. بعدها راح نروح نختار هو الخيار رقم 22. بعدها راح تحفظ اللبس، وبكذا يكون هذا هو لبس الحزام. حلو، هذا لبس الحزام. الحين والله ابغى اجيب لبس المدرع، اسوي اشياء المدرع واحفظها في الثانية. اجي احفظ ابى الثلاث ملابس المهكرة، اروح اسوي ثلاث ملابس واحطها في شخصية البنت هذه. يعني الملابس اللي تعجبك راح تحطها في شخصية بنت واحدة وراح تجيك كلها مع بعض. يعني اي لبس يعجبك راح تسويه في شخصية البنت وتسوي الجلتش مرة واحدة. زي ما قلنا لبس الحزام عجبني حطيته في ذي البنت، المدرع عجبني حطيته في هذه البنت، الثلاث ملابس المهكرة عجبتني راح احطها في هذه البنت، عجبني لبس اليوم اللي هو اللبس الابيض مع حزام الشرطة راح احطها في هذا البنت. زي كذا وعلى شاكلة هذه، يعني كل ما عجبك لبس راح تحطه فيه اللي هو شخصية بنت واحدة وراح تنقلها كلها مع بعض. عرفت؟ طيب الحين نيجي اللي هو مثلا لبس المدرع. لبس المدرع اول شيء راح تروح عند اللي هو البانت سكشن ونضغط سهم يمين. بعدها راح نروح عند اللي هو الليفر بانتس او الخيار رقم 13 زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 11، يعني راح نروح اللي هو الليذر بانتس او الخيار رقم 15. بعدها راح نختار هو الخيار رقم 11. الحين راح تروح عند اللي هو التوب سكشن، تضغط سهم يمين، تروح عند اللي هو التاجد تي شيرت او الخيار رقم 23. تاك تي شيرت الخيار رقم 23. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 5. بعد دائرة 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 توب سكشن كمان مرة، روح عند اللي هو البايكر كاتس او الخيار رقم 5. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 49. بعد دائرة 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 الحين راح نتوجه لي اللي هو الشوز سكشن ونضغط عنده سهم يمين. راح نروح عند الخيار رقم 15. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 2. بعدها راح نروح عند اللي هو البائعة، معلش نروح عند الاكسسوري سكشن ونضغط سهم يمين. نروح عند اللي هو الجلوفز او الخيار رقم 10. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 4. بعدها دائرة 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 نروح عند الخيار رقم 6 او باجلينجز. وبعدها راح نحط اللي هو الريد بانجلينجز زي ما تشوفوا في الجيم بلاي. بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس، وبكذا راح يكون هذا هو لبس المدرع. بالنسبة لي اللي هو اللبس الثالث، كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو الباند سكشن وتضغط سهم يمين. بعدها راح نروح عند اللي هو الليذر بانتس او الخيار رقم 15. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 12 اللي هو الموكا ريبد زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح نتوجه لي اللي هو الشوز سكشن. لما نوصل عند الشوز سكشن روح اضغط عندها سهم يمين، روح عند اللي هو الهاي هيلز او الخيار رقم 13. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 43. بعدها راح نتوجه للتوب سكشن، نروح نضغط عندها سهم يمين، نروح عند اللي هو التاكد تي شيرت او الخيار رقم 23. بعدها راح نلبس اللي هو الخيار رقم 11. بعدها راح تضغط دائرة دائرة ترجع توب سكشن كمان مرة، تروح عند اللي هو الليفر جاكيتس او الخيار رقم 3. بعدها راح نلبس اللي هو الخيار رقم 59 زي ما تشوفوا في الجيم بلاي. بعدها دائرة 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 راح نتوجه ليه اللي هو الاكسسوري سكشن ونضغط عندها سهم يمين.
نروح عند اللي هو الجلوفز ونلبس اللي هو الخيار رقم 54 اللي هو البلاك جلوفز اللي هو يكون مفتوح زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح نروح عند اللي هو الخيار رقم معلش اللي هو تروح عند الجلاسز سكشن تضغط سهم يمين تروح عند اللي هو الكاجوال جلاسز وتحط اللي هو الخيار رقم 22. ترجع عند اللي هو الهات سكشن وتضغط سهم يمين. بعدها راح نروح عند هو الكانفس هات او ثاني خيار. بعدها راح نختار هو الخيار رقم 78. بعدها راح نروح عند الاكسسوري سكشن تروح عند اللي هو الشينز وراح تحط اللي هو الخيار رقم 31. بعد دائرة 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 تروح تحفظ اللبس، هذا راح يكون اللي هو اول لبس مهكر من الثلاث الملابس. بالنسبة لي اللي هو اللبس الرابع من الملابس المهكرة حقنا، اول شي راح تروح عند اللي هو الباند سكشن وتضغط سهم يمين. تروح عند اللي هو الليذر بانس او الخيار رقم 15. بعدها راح تختار هو الخيار رقم 13. بعدها تروح عند اللي هو الهاي هيلز او الخيار رقم 13. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 43. نروح توب سكشن نضغط سهم يمين. نروح عند اللي هو التي شيرتس او الخيار رقم 19. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 3. بعدها دائرة توب سكشن كمان مرة. روح عند اللي هو البايكر كاتس او الخيار رقم 4. بعدها راح نختار اللي هو الخيار رقم 49. بعدها دائرة روح عند اللي هو الاكسسوري سكشن وضغط عندها سهم يمين. بعدها روح عند اللي هو الجلوفز والبس اللي هو الخيار رقم 44 اللي هو البلو جلوفز. بعد دائرة روح عند اللي هو البانجلينجز او الخيار رقم 6 وراح تحط اللي هو الريد بانجلينجز زي ما تشوفون. بعدها راح نروح عند اللي هو الجلاسز سكشن ونضغط سهم يمين. طبعا النظارة نفسها والهات نفسها، النظارة نفسها والطاقية نفسها يعني. طيب بالنسبة لي اللي هو اللبس الرابع، كل اللي عليك انك تروح عند الباند سكشن تضغط سهم يمين، تروح عند جينز او اول خيار، بعدها راح تختار اللي هو الخيار رقم 38. بعد دائرة راح تروح عند اللي هو الشو سكشن وتضغط سهم يمين، تروح عند اللي هو الهاي هيلز او الخيار رقم 13. بعدها راح تختار اللي هو الخيار رقم 43. تروح عند اللي هو الهات سكشن وتضغط سهم يمين، تروح عند الكابس فورورد او الخيار رقم 3. بعدها راح نختار هو الخيار رقم 92. بعد دائرة روح عند اللي هو التوب سكشن وتضغط سهم يمين، تروح عند اللي هو الباسترز او الخيار رقم 42. بعدها راح تختار هو الخيار رقم 2. بعدها راح تروح عند اللي هو الخيار رقم 2 وتخليها اللي هو النو جاكيت، راح تشيل اللي هو الجاكيت وراح تخليها بهذا الشكل. بعدها تروح عند اللي هو الاكسسوري سكشن، تروح عند اللي هو الجلوفز وتلبس الخيار رقم 44، وتروح عند اللي هو البانجلينجز وراح تختار هو الريد بانجلينجز. بعدها كل اللي عليك انك تحفظ اللبس، وبكذا يكون عندك اللي هو كل الملابس اللي نزلتها اللي هو الحزام والمدرع والزبال وثلاثة ملابس المهكرة يعني زي ما تشوفون. هذا اللبس الحزام وهذا المدرع وهذه الثلاثة الملابس البقية هي ملابس الشطرنج والمدرع، عرفتوا كيف؟ يعني زي كذا. بعدها تسوي ستارت، بعد ستارت تروح عند اونلاين، بعد الاونلاين راح تروح عند اللي هو الكرييتر. الحين كل اللي عليك انك تروح اللي هو كرييت ريس او ثاني خيار، بعدها راح تقول له اللي هو اللاند ريس او الخيار رقم 3. روح عند اللي هو الريس ديتيلز، تايتل راح تسجل اي شيء، ديسكريبشن راح تسجل اي شيء، صورة راح تصور له اي شيء برضو.
بعدها تروح عند اللي هو الروت تايب وتخليه بوينت تو بوينت. بعدها راح تحط اللي هو البليس تريجر، راح تحطه في اي مكان يسمح لك. اللوبي كاميرا راح تاخذ صورة شيك بوينت. روح الماكسيمم بلاير خليه 3، وابدا اوزع شيك بوينت لين ما يروح معاك المثلث. لما تخلص اللي هو الشيك بوينتس، كل اللي عليك انك تضغط دايرة دايرة. بعدها راح تروح عند اللي هو تيست او اختبار وتختبر اللي هو السباق. بكل بساطة راح يعطيك سيارة كم من السباق اللي انت سويته. لما توصل عند اللي هو النهاية، كل اللي عليك راح تجيك رسالة تضغط عليها اكس. بعد الاكس راح تسوي ستارت. بعد الستارت راح تروح اونلاين. بعد الاونلاين روح اللي هو شوز كاركتر او اللي هو اختيار الشخصية. طبعا لما يدخلك على اللي هو اختيار الشخصية، راح تختار اللي تروح تحذف اللي هو شخصية البنت اللي سوينا فيها الملابس. تروح عندها وتضغط مربع. بعدها راح يقول لك are you sure، راح تقول له اكس. بعدها راح يقول لك اكتب لي كلمة ديليت، راح تكتب له كلمة ديليت. بعدها راح يقول لك حنا حاليا شغالين على حذف الشخصية، انتظروا لين ما يرجعنا للاختيار كمان مرة. الحين راح تضغط اللي هو دايرة 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 عشان يرجعنا للأوفلاين. لما يرسمنك أوفلاين، كل اللي عليك انك تسوي ستارت. بعد الستارت راح تروح عند اونلاين. بعد الاونلاين راح تروح عند اللي هو البلاي جي تي اي اونلاين، وبعدها تسوي لوجو. بعدها ننتظر لين ما يرسبنا اونلاين. لما يدخلك اونلاين، كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو اقرب محل ملابس. بعدها راح نروح عند اللي هو البائع او نضغط سهم يمين. لما نضغط سهم يمين راح نروح عند اللي هو السيفد او الملابس المحفوظة عندنا. راح نلاحظ انه جميع الملابس اللي سويناها رسمنت معانا، اللي هو لبس الحزام زي ما تشوفون موجود، والمدرع موجود، وزي ما تشوفون هذا اللبس اللي هو المهكر برضو، لبس اللي هو عامل النظافة، واللبس الثاني برضو رسمن معانا، لكن اللي هو لبس الحزام المدرع ولبس واخر لبس اللي هو دي دي راح نفكه بمهمة الكروكيت كاب، لكن بقية الملابس كلها رسبرت معانا. يعني هذه هي الطريقة اللي راح نجيب بيها الملابس اللي تعجبنا بدون ما نحذف الملابس حقنا. عرفتوا كيف؟ يعني تسويها كلها في شخصية بنت واحدة وتنقلها مرة واحدة. طيب الحين راح نفك اللي هو اول لبس اللي هو لبس الحزام عن طريق اللي هو مهمة الكروكيت كاب. اول شي تروح عند البائع تضغط سهم يمين. بعدها راح نروح عند اللي هو البايكر سوتس او الخيار رقم 36. بعدها راح نختار اللي هو الريد بايكر سوت. اونلاين، بعد الاونلاين جوب بلاي جوب روك ستار كرييتد. بعد تروح عند اللي هو الفيرسز وراح نبدا مهمه اسمها اللي هو الكريكت كاب. لما ترسبن جوا المهمة، كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو الخيار رقم 6 او الكلوذن وتخليه اللي هو البلاير اوند. بعدها تنتظر احد يخش معاك. لما ترسبن جوا المهمة، كل اللي عليك انك اللي هو تختار اللي هو اللبس حقنا زي ما تشوفون. تروح عند الخيار رقم 3 اللي هو الاوند اوفيت بعد اوتفيت. بعدها راح تختار اللي هو اللبس حقنا اللي هو لبس الحزام. بعدها كل اللي عليك انك تبدأ المهمة. اول ما تبدا المهمه، كل اللي عليك انك تفك الانتراكشن منيو. بعد الانتراكشن منيو ستايل، بعد الستايل روح عند اللي هو الاكسسوارز. بعد الاكسسوارز روح عند اللي هو الجير، وراح تحط اللي هو الريبريذر او اللي هو الكمامه. بعدها تطلع من المهمه بالجوال.
لما يرسبنك اونلاين راح تلاحظ انه رسبنك باللبس حقنا. كل اللي عليك انك تتوجه ليه اللي هو اقرب محل ملابس عشان نضيف التعديلات على اللبس ونحفظ اللبس. زي ما تشوفون المسدس مع الحزام جدا خرافي. لما توصل عند اللي هو محل الملابس نروح عند اللي هو مكان الطاقيات وضعت سهم يمين، وراح تروح عند اللي هو بلاك بوليت بروف هيلمت او اللي هو الخيار رقم 17. بعدها راح تحط البلاك بوليت بروف هيلمت وراح تحط البراشوت، وبكذا يكون مبروك عليك اللبس. ننتقل لي كيف نفك لبس المدرع. نضغط دائرة دائرة دائرة، نرجع مرة ثانية عند البايعة ونضغط سهم يمين. بعدها راح نروح عند اللي هو الخيار رقم 36 او البايكر سوتس. بعدها راح نلبس اللي هو اليالو بايكر سوت زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعدها راح نبدأ مهمة اللي هو الكروكيت كاب. لما تبدأ مهمة اللي هو الكريكت كاب كل اللي عليك انك اللي هو تختار لبس المدرع حقنا. لما تختار لبس المدرع انتظر الين ما تبدأ المهمة. لما تبدأ المهمة كل اللي عليك انك اللي هو تفك الانتراكشن منيو ستايل بعدين اكسسوارز، وراح تحط الكمامة وراح تطلع من المهمة. لما يرسبنك اونلاين راح تلاحظ انه رسبنك بلبس المدرع. كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس يكون كذا مبروك عليك لبس المدرع. راح نفك اخر لبس عن طريق مهمة الكروكيت كاب برضو. لما تخش المهمة كل اللي عليك انك تختار اللبس حقنا اللي هو المقفل. بعدها راح تسوي ريدي تو بلاي عشان نبدأ المهمة. لما نبدا المهمة كل اللي عليك انك تفك الانتراكشن منيو، بعدها ستايل، بعد الستايل روح عند اللي هو الاكسسوارز وحط اللي هو الكمامة، بعدها اطلع من المهمة بالجوال. لما يرسبنك اللي هو اونلاين راح تلاحظ انه رسبنك باللي هو اللبس هذا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. بعد كل اللي عليك انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس راح يكون عندك جميع الملابس اللي نزلتها. وبهذه الطريقة هي كيف اللي هو تحفظ جميع الملابس اللي انزلها في مرة واحدة. يعني عرفتوا كيف؟ يعني زي ما تشوفون جبنا الحزام وجبنا اللي هو اللبس اللي هو عامل النظافة والملابس الثلاثة المهكرة زي ما تشوفون. يعني ملخص المقطع تسوي اللي هو الملابس اللي تعجبك في اللي هو شخصية واحدة. يعني انا انزل كل يوم مقطع لكن انت اللي هو يمديك تجمعها كلها مرة واحدة في اللي هو لبس واحد زي ما سوينا في اللي هو في هذا المقطع. طيب شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على المشاهدة. رابط كلاني في خانة الوصف اذا كنتوا بتخشون. سلام.